أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ختم النور. بنواصل حديثنا عن الحرية. أخذنا مسيرة مع شخص يسوع اللي بيقودنا في طريق الحرية، الحارس والضامن لحريتنا. يعني إيه أني أكون حاسس أني حر؟ إحساس بالوحدة الداخلية، إحساس أني بالفرح، بالارتياح الداخلي، بالسلام، حاسس وواثق ان الله بيقبلني، اني عايش برحمة الله ومغفرته في حياتي، واني قادر كل يوم اني اقوم بدوري ايا كان دوري في المجتمع وفي الكنيسة، ببساطة، بتواضع، بثقة، بدون تسلط على التانيين، كخادم ليهم، مؤمن وواثق من كلمة الله في حياتي، عارف ان الله معي في كل حين، وانه مشيئته على حياتي اني اعيش المحبة، واعيش المحبة مع كل البشر. هو ديت الحرية. ومن داء طعم الحرية كان غيور ان يوكز الحرية في الاخرين. لو كان اهل، اب او ام مع اولاده، مدرس مع تلاميذه، مسؤول ايا كان هذا المسؤول، في الكشافه او مسؤول كنسي او في حركه مدنيه عن ناس، هو بدوره حارس للحريه، هو بدوره موقظ للحريه، لان هو ده طعم الحريه، ده طعم الوحده الداخليه، ده طعم الفرح والشعور ان الحياه مفتوحه امامه، ان الحياه جميله وتستحق الحياه. فهو بدوره بيجازف بالحريه. بيجذب بالحرية. يعني إيه؟ بيستخدم الكلمة، واثق إن الإنسان اللي قدامه لو كان ابن صغير، لو كان تلميذ، لو كان زميل في عمل، هو مخلوق على صورة الله كمثاله، هو قادر إن يسمع الكلمة، واثق إن كلمة الله لا تعود أبدا فارغة، بل تأتي دايما بثمارها، وثمارها حياة. هو كمان قادر إن يعطي ثقة في الناس، قادر إنه يجدد الثقة فيهم، قادر إنه يغفر لهم، إنه يسامحهم، إنه يفتح صفحات جديدة أمام أولاده، زوجه، زوجته، حياتهم، حياة الناس معاهم، إنه يفتح صفحة جديدة. المزاجية والهوائية مش ممكن تكون حرية. الحرية مسؤولية عن حياة الآخر. وأكتر شيء نقدر نديه، أحلى شيء نقدر نديه لولادنا، لتلاميذنا، لمن نحب، هو حريته. حبيبي، ابني، تلميذي، إني أثق فيك، أثق في الحياة التي زرعها الله فيك، أثق إنك قادر إنك تسمع هذه الكلمة، أثق إنك قادر إنك تعرف الخير وإنك تحقق هذا الخير. واتلخبطت أو وقعت أو تراجعت لورا، ثق إني جنبك، أحمي حياتك وأحمي رسالتك في الحياة. ما تخافش من نفسك، أنا جربت رحمة الله، أنت كمان تجرب رحمة الله، كمل في طريق الحياة. فعملنا بينا وبين بعض نحن نوقظ الحرية، ندافع عن الحرية، نقول للناس ما تاكلوش حجارة، انتوا بتدوروا على الخبز الحقيقي، دوروا على الحاجة اللي تغذيكم، ما تلهوش نفسكم في أي كلام، كونوا خادمين بعضكم لبعض في التواضع والوداعة، كونوا أبناء وبنات الله واثقين في الإيمان بمحبته التي تفوق كل وصف اللي بيحبنا بها، وإن الله بيطلب مننا الإيمان بمحبته وبقوته علينا. هو ده ضمان الحرية، هو ده طريق الحرية لينا ولأولادنا وللناس حوالينا. نلتقي إن شاء الله في سلسلة جديدة من برنامج ختم النور.